الحرية كيف تفسرها أيها الشاب وكيف أنت تفسرينها؟ بعض الشباب فهمها الحرية أن ألبس ما أشاء، بعض الفتيات فسرتها أن أخلع من لباسي ما أشاء، وأبعد من هذا بل أن أصادق من أشاء، شاب يصادق شابة من دون مراعاة القيم. الحرية يا شباب لا تعني التفسخ والعري، لا يعني أن تفعل ما يحلو لك، الحرية لا يعني أن تتمرد على القيم والدين والعادات والتقاليد، الحرية الالتزام بأمر الله والتوقف عند نهيه، الحرية أن تمثل هويتك كمسلم وكعربي وكمواطن خير تمثيل، الحرية أن تفعل كل ما يرفع من قيمتك كإنسان. ما عدا هذا فليخرس كل صوت ينادي بحرية زائفة، فالحرية في أصلها هي أسلوب حياة ممزوجة بالحياء والأدب، هذه هي الحرية لا حريتكم.